انتهاء فصل الصيف كنعرفوا ان الجو كيتبدل، ان الجو كيكون فيه امطار، كيكون فيه رياح، كيكون برد. يعني بزاف ديال الناس كيبغيو يمارسوا رياضه في الفصل ديال البرد، يعني ما كيعرفوش شنو هما الاساليب والمقومات اللي غادي يخليو ديك الحصه تكون مزيانه في البرد. من بين هاد الاساليب هادو اللي تيديروا بزاف ديال الناس هما اللي كيلبسوا الحوايج بزاف. يعني اللي تيلبس الحوايج بزاف راه ما غاديش تريني مزيان في البرد، وراه هو العكس صحيح، ان كل ما نقصتي عليك الحوايج مزيان وتلبس واحد الحوايج اللي تيكون عندهم تدفئه، يعني اللي تيكون مصنوعين من القطن هما الاحسن، يعني مزيان منها تيشربوا لك العرق ومنها كذلك تيحافظوا لك على درجات حراره الجسم. يعني الجسم ملي تيكون الجو بارد هو راه اوتوماتيكمون كيحاول انه يسخن راسه براسه، يعني لا داعي انك تزيد نتايا بدوك الحوايج. كاين اللي كيتريني بالجاكيطه ومتحت التريكو وفوقها الطاقيه والليقات وجوج تقاشر، علاش لا تريني بالشورت وصوفيط ما عادي، واخا تريني عريان في البرد وما عنده ما غادي يطرالك، علاش؟ حيت الجسم عارف شنو تيد. الاهم هو انك فاش تسالي ديك الحصه ديالك، فاش تسالي ديك الحصه ديالك تمنيت اللي خاصك تلبس دوك الامور اللي غادي يساعدوك انك تحافظ على درجات الحراره الجسم ديالك. يعني انت ملي كتريني مثلا واحد ساعه الجسم راه كيسخن راسه، يعني انت من غتسالي غادي تحافظ على هذيك السخونيه، وغادي تلبس الجاكيطه ديالك وغادي تلبس الامور اللي غادي تساعدك على هذيك السخونيه. يعني وسط الحصه حاول انك تريكي انك تريني بواحد الحوايج اللي خفاف، الحوايج اللي كتريني فيهم كمثال في الصيف تريني بهم في الشتاء، ولكن الامور كتختلف. يعني منين غتسالي الحصه ديالك غادي تلبس الامور ديالك اللي غادي تخليك انك تكون في مرحله التدفئه وانت مزيان، يعني لا داعي ديال دوك الليقات والطاقيه فوق الراس وكذا. يعني هاد الامور هذه ما تحتاجهمش في البرد، وحاول انك تريني عادي كيف ما كنتي كتريني في الصيف غادي تريني في البرد، وشكرا.